وانا ما اقدر اهد البيب، والبيب في يدي. على احتراقت انت معاه؟ لا، انا خليت البيب على فوق. بلى، خليت البترول اللي فيه راح للجو كله. بلى، طلع برا. لكن اكيد يدك احترقت. هي احترقت يدي، ما عندي خبر. ما شاء الله. وانا ما ابغي يعني احترقت الديره. صح. هي لان كلش كمل البيب اشوف يعني ضواري في جسمك في يديني هالصوب وهالصوب. لا حول ولا قوة. وهذا اللي قاعدين ما شاف فيهم الضوء، ان ثيابهم كلها في العبريه. العبريه ان فيهم في ثيابهم صلمة الخشب. ها قلاليف صاج. راحوا البحر يركضون. راحوا البحر. طفوا هناك في البحر. اخر تالي انا قمت غطيت يدي هناك هسه يعني رمل. طفوا هناك في البحر. اخر تالي انا قمت غطيت يدي هناك هسه يعني رمل. بلى. ومشيت يدي في الرمل هذه وطفيت يدي، وبعدين رحت حق الدكتور حق بندركار كم حرق لك الساعه. زين هذه السياره بس اعتقد يوم احترقت قطيتوها. لا ما قطناها. ما قطناها. السيت انه الشتي يعني الشتي مسؤول يعني الشخري مو مرتب. بلى. بس يعني في الهواء. وانا شلت البيب يعني ما خليته. يشرب الضوء وفي التانكي، تانكي ما فيه بترول وايد. الضوء كله في البيب. لكن انا طال عمرك ابى اقول يعني بالنسبه للسياره صلحتوها انت؟ اي نعم صلحناها. سوينا لا سيت ولا فاور كله. من يصلح ذاك الوقت؟ من هست يصلح؟ لا هست هنودي يخيطون يعني عندهم يسلمون عندهم. يعني السيتات خيطتوا انت؟ اي خيطنا. اي زين الوايرات ولها شتري سويتها؟ وايرات ما في وايرات. سياره؟ بكلت ما في وايرات. ما في. لا كله وايرين. واربع وايرات مال الفلك. على طار التصليح عندكم كانوا في ناس مشهورين كمصلحين؟ المشاهير يعني المشهورين اللي إيه؟ عند خليل كونو واحد. إيه؟ وعند احمد يوسف فقره واحد. إيه؟ وعند دي عند إيه؟ شو اسمه علي. ايه علي من ايه ما علي احنا مو بلازم يمكن تتذكر انت استريح يعني يمكن انت ما تتذكر عدل مراد من العرب. إيه؟ في عبد الرزاق وهو عبد الرزاق. إيه؟ حاج ابراهيم. بلى. وبعدين عبد الرزاق. إيه؟ وتالي سالم محمد اللي كان يعني يشتغل ويا شيوخ ويا شيخ سلمان. يعني هذول مشهورين بان تتصلحون سيرهم. إيه؟ نعم. زين يبقى على طاري انت يعني انا بقول لك اشتغلت تاكسي مدش كثر يالست؟ يعني اشتغل في التاكسي. إيه؟ 25 سنه. من كانوا معاكم ذاك الوقت مشهور تاكسي؟ يشوف كل الناس يعني كم وايد ناس عيالكم كثيرين يعني انتم الحين؟ والله اشتغلنا قبل كله في محرق والحيد تقريبا. إيه؟ هي 11 دفعه 13 دفعه فرشدي كلها يعني اكثرهم صوماليه. صوماليه؟ إيه؟ من وين هي الناس الصوماليه؟ صوماليه مثل عبد الله صومالي، سعيد صومالي، جمعه صومالي، يوسف صومالي. زين هذول من وين جايين؟ هذول يعني؟ والله صومالي وايد اقوى والله. هني صومالي هني، هنود هني، عبد الواحد الهندي هني، حسين الهندي هني. لكن انا سمعت هل هذا صحيح انهم هذول اجانب الصومال والهنود والعذول هم اللي علموا البحرينيين سياقة، هم اللي أبرزوا السياقة في البلد صحيح؟ في بعد اللي يعني يروح عندهم يعلمونهم بعد. يعني هم كانوا لكن لا كانوا الغالب حق هل البحرين. ها؟ الغالب اللي يعلمونه هل البحرين. فيما في بعدين يعني. بس كانوا مثلا يمكن تجار ولا شيوخ كانوا يستخدمون هذول الجماعة اللي هم الصومال اللي إنهم يسوقون سيارة درولية عندهم يعني. نعم. درولية عندهم. طيب بالنسبة لسياقتك للسيارة وانت كنقدر نقول سائق تاكسي 25 سنة خط سيرك في منطقة محصورة المحرق والحد جسر ماميش. جسر ماميش لكن ايام القيض في بعدين اروح الملامة عقب ما استوى اليسر. لا قبل اليسر. بعد قبل استوى اليسر نحمل السيارة في يعني في محمل. ايه ونودي هناك فرضة منامة ونحضر هناك وتشتغلون ونشتغل هناك. يعني إذا صار القيض تجون هني. إيه وإذا صار ليش تروحون هناك؟ اشتني في البحرين في الحد. اشتي في الحد والقيض في منامة. إيه. وأيام القيض 14 15 ونروح هناك. شو السبب؟ إن هناك الشغل أزيد من هنا. يعني إيش معنى يعني مو مستمر ليش إن هني دائما يكون في القيض شغل؟ لا لأن في ذاك الوقت أهل الحد كله يتحولون حق المقيض يروحون من الخصم ويروحون قضيبية ويروحون عراض. هني معنى ما يتم أحد والبقايا كلها في الغوص. فما أحد يحتاج حق التاكسي. لا في حركة بسيطة ضعيفة. بسيطة كل شيء نعم. زين ما يكلفكم نقل سيارتكم من المحرق إلى المنامة بذات؟ ياخذون العبرة عليكم؟ تقريبا ياخذون تقريبا 20 روبية.
شربي وايد. شنو بي في ذاك الوقت؟ نعم سيارة شربي هاي بعد حمل من فرضة المحرك إلى فرضة المنامة. يعني هاي وايد فرضة المحرك المنامة يعني مسافة طويلة. ما مش جسر. ما مش جسر. إيه جسر ما مش. على الطاري أنت وبالنسبة للتعرفة أو نقدر نقول الأجرة. نعم. اللي تأخذونها من الشخص الواحد. نعم. أنت روتني مرة في نعم. تعرفة صدرت من البلدية. نعم. القانون يعني. القانون مال السعر البيزات النفر واحد تقدر تذكر لي أكثر من محل وش كثر كنتوا تأخذون بيزات عليهم؟ والله سعر يعني القانون الذي أصدرت يعني حق التكسية إيه؟ فقط يعني حق عدد الركاب هذا اللي حصلنا، لكن من طرف الأجرة ما أكتبوا لنا الأجرة تالي عاليات يعني تالي ما إيه بلى تالي يقولون إن هي تالي لأن صدر في قانون البلدية من قانون السيارات سنة 1920 قالوا ان انت من ضمن الاشياء المذكوره على ان الانسان اذا يركب سياره ممكن انه هو يطلب التسعيره من سائق التاكسي بما يعني ان هناك في تسعيره. وانا ممكن اروي الاخوه المشاهدين صوره لهذا الكتيب لانه وقع في يدنا الان ولقيناه من ضمن الاوراق اللي عندك حجي عبد الرحمن، والاخوه المشاهدين ممكن يلاحظون في الصوره معنا مستشفيات موجود، مستشفى الحكومة، مستشفى الأمريكاني، مستشفى فيكتوريا وموجودة طبعا. شوف هني عبارة عن ربية وربية وربع وربية وثمان عنات. هذه الكتيب كانوا يستعينون به علشان طبعا يكون هناك في نظام في انتقال الإنسان بواسطة هاي السيارات. يعني أسعار يعني الأجرة هذه. بلى الأجرة. يمكن في من بعدين ما أنا رحت الشركة. أم بلى. أما قبل لا يعني صار يعني إعلان لنا من طرف يعني عدد الركاب. بلى. إن في زمن بكلاج. إيه. نحمل 7 8 9 10. ما أحد يقول لكم شيء. ما مش شرطة هني. ولا أحد يقول لكم بعد. ولا أحد يقول لنا شيء. لكن ترى طلع قانون. إيه. من طلع في زمن من كان. في زمن الله يسلمك. هل هو كان في زمن الشيخ عيسى بن علي ولا الشيخ الشيخ حمد؟ في زمن الشيخ حمد. الشيخ حمد في زمن الشيخ حمد في تلا يعني قبل الشيخ سلمان بشوي. قبل الشيخ سلمان بشوي سووا لنا قانون 4 تنفار. 4 تنفار اول 5 تنفار وبعدين سووا 4 تنفار. بالنسبه لليسر نعم كنت ايش كثر تدفعون حتى تنتقلون من المحرق المنام عقب ما استوى اليسر؟ يعني نسلم 3 انات سير و3 انات سير. هاي التكسي حق التكسي. التكسي والشخص انت ارخص منكم. نعم. وعقب يا فتره الشخص يلقوا ترى انتم الغوا عنكم او يمكن انت ما وصلت في التكسي. نعم. حسب ما قلت لي انت بعدها رحت اشتغلت في الباصات. شو اللي خلاك تشتغل في الباصات؟ اشتغل في الباصات انه ما صرفني يعني مثل هذه يعني السيدان يحمل له 4 تنفار او 5 تنفار. بلى. والاجره انتين. بلى. بين تحصل 3 تنفار او 4 تنفار. تحصل 4 تنفار او 5 تنفار من محرك. واحد يبي دير. واحد يبي يعني موزعين. ريه. ما يسوي. واحد يبي بسيتين. صاج. واحد يبي الحد. صاج. واحد يبي راس الماشي. بل. وهي كلها بنفس السعر. كلها بنفس السعر كلها بانتين. لا حول. وإذا ياك على ما قال عندك شهر. يقول لك تعال ودني فريد بخميس. بلى. عندي أنا هناك نقلة. شيلها عنه. بشيلها. أو بيقول لك بروح أنا حالة بماهر. أي. عندي بيب غاز. تاجيري وده. أي صحيح. أو بيجيب لك ربطتين جات في يمكن 3 4 تمنان. هو يا الأنتين اللي سلموا. هذا هي ما تغير. الباقي هذيك اللي الكشار ما عليه شيء. تصور الحين طبعًا أي. اختلف الوضع. بس يبقى بعد كانت الناس طبعًا تركب تاكسي وتركب الله يكرمك الحمير وتمشي على ريولها. نعم وتركب نعم. عبرات. أول عبرية ما في. يعني قصدي رتبه. عبرات من خلال البوانيش فيها منه. نعم. زين الباصات يتعقب في بالنسبة للسيارات يعني تكسي يتقبل والباصات يتعقب. البوكالات قبل. لا الباصات البست. الباصات في زمان يعني. في طرز الله يسلمك. الباص أنت شريت لك باص؟ إيه نعم أنا شريت باص يعني مستعمل ما شريت يعني جديد كل شيء. مستعمل. إيه مستعمل. من وين شريته؟ شريته من عند واحد من الشيوخ والله من قضبية ما يطرى علي. بلى. عود صغير. لا أبو 14 تنفر. وقمت تحمل من وين لوين فيه؟ من محرق إلى الحج. بعدين صار الجسر. إيه. أروح المنامة بعد. رحت في المنامة بعد. إيه نعم. وتمت مستمر أنت تمت مدة طويلة تحمل في هذه الباص. إيه. الباص. تقريبا 4 سنوات. وعقب خليته؟
وقف وقف خليك اي وين راح تشتغل؟ لا قال لنا ذاك الساس يعني تريات يعني يكشفون على سيارات يوصلح لي يوصلح لي يوصلح لي شوف يعني تبلغ عليه شيء وايد. شو ايش تقصدي بيكشفون على سيارات؟ يعني قصدك صار شوي الفحص من قبل المرور دقيق من طرف البريك ومن طرف الليتات ومن طرف يعني البدي ومن طرف يعني كل شيء. بلى صاروا يدققون شوي. اي دقوني. انا اتذكر بعد برجع وياك لقانون السيارات في البلديه اللي صدر من قانون البلديه 1920 يقول في احدى فقراته على انه والله مالك اي سياره اجره انه يتقدم خلال 15 يوم او كل 15 يوم بفحص سيارته من قبل رجل بالبلديه وقمندان البوليس. قمندان البوليس شلون هذه تصير يعني؟ هذه يعني ذاك صار هذه يجون يعني هذه من قبل قمندان البوليس يجون محرك من هنا نطلع السيارات شمال في البلدية؟ لا لا نطلع منتر شمال كلش ايه عند الياباني ما مش عند هذه النادي النادي مال البحرين ايه نادي محرك ايه شمالية كلش بلى هني نوقف سيارته هني وهي هذه واحد من البلدية واحد من الشرطة واحد من البلدية واحد من الشرطة ويطلعون السيارة إيه طالعونهم يخلع يعني عليهم تريات كل 15 يوم كل 15 يوم بعدين سوى كل شهر ايه بعدين سوى كل شهرين والحين كل سنة والأوادم بعد بساعات مادية تفحص يعني المهم أنهم ايش كانوا يطلعون بالنسبة للسيارة شي يفحصون فيها يفحصون حق البريك البريك والتواير والتايرات الليتات والستيرنج استرك يبقى اذا عندك شيء مثلا خراب ذاك الوقت سبير بارت في له شيء لازم يقول صلحه يعني يعني لا يعني شيء مثلا في شيء من برا في سبير بارت اللي هو قطع قيار او شيء بدلي تلاقي لك مثلا والله قديم او مكسور عقب حادث في احد يبيع هالاشياء ذي يبيعون اي في مكانات يبيعون يعني من مثلا تذكر عماير والله ذاك الساعه يعني احس عماير كان مثلا هذه مثل يعني كانوا ما كان عنده شيء مثلا ما كان هذه جليلو مثل هذا سردار مثل ذاك كانوا ما عنده شيء يعني بدلي عتق يعني لا مو بعتق جديد يعني شيء مو جديد لا حفيزات كلها فيه جدة حفيزات كلها جدة حفيزات كلها إيه كلها إيه نعم عند فخرو عند عجاجي عند كونو بلى عند يتيم بلى كلها عندهم طيب على بالنسبة لل يعني قصدي عن السيارة تشترونها شلون كانت فلة تشترونها انت او تشترونها كاملة انت مرة كان قلت لي فلة اول 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 ما يابوا هذه فورت بوكالاج بلى يعني يجيبون فلة يعني ايش قصدك بالفلة يعني الواحد يشتري له صندوق صندوق في صندوق اي نعم تروح عند يعني خلفونه يعني تخلص وياه عن القيمة بلى عن 1008 1009 بس بس لا حول زين هاي بوكالات من يشدها لك من يركبها يشدها هو انجينير ماله على حسابه هو حسابه هو في يومين ثلاثة لو أكثر في 10 أيام الشيخ اللي مدى 10 أيام لكن نجنه كله يعني كل شيء يعني ما فيه لك كلش يعني ما مركب إلا بس المكينة هذه اللي مسدودة بس طلع المداقير وهذه الويلات الجير ما دي اقول هذا الجير بعد مع الجير بعد الجير كل شيء يعني يبونه مفلول ديفريشن اكسل سبرينج كل شيء كل شيء هناك وتالي يركبونه بمعرفة يركبونه إيه؟ ويكون هو مالك وتتشرف عليه تروح وتي عليه 10 ايام الين يكمل ولا تعال اخذ تعال اخذ وتدفعون اقساط كاش كانت هنا اقساط ذاك الوقت ياخذ علينا تقريبا 150 الشهر كل شهر 150 روبل تسلم نصيفه تسلم نصيفه والباقي 150 كل شهر. يبقى أنت علموك سياقة. قلت لي من علمك؟ سيد محمد الهندي. سيد محمد الهندي. نعم. أنت ما قد مرة علمت سياقة شيء؟ أه؟ أنت ما قد علمت أحد سياقة؟ بلى. علمت سياقة من علمت؟ علمت الله يسلمك. علمت أحمد بن علي. إيه. من الحج. بلى. وإبراهيم عبد السلام. وعلمت أخوي عبد الله. أخوك عبد الله الغفور. بلى. وعزيز كان وياي هو كلندر يشتغل أي عزيز عبد العزيز وياي عبد العزيز الغفار اي كان وياي يشتغل على ولد اخوك ولد اخوي وعلمت ناصر انا الحقيقه هذا بالنسبه لناصر لان عندي ناصر اتفاقيه محمد بن نبر. الاخوه المشاهدين ممكن يكونون معي بالنسبه للاتفاقيه الان في كانوا الجماعه يسوون اتفاقيه كما نشاهدها الان في التلفزيون عن ناصر خليفه ناصر محمد بن يبر ناصر محمد بن يبر
الخليفة. لاحظ الكلام العبارة فيه أنه كان يبي يقول له والله أنا بتعلم وهذا مبلغ أقدمه علي الناس قدام الناس شهود نص المبلغ. طيب المدة اللي أنت تقضيها مع الناس تعلمها إيش كثر؟ يعني هذا على تعلمه إلى يعني ينجح. يعني هل أنت كنت معلم سياقة ولا كنت تاكسي وتعلمهم على فرقتك؟ لا تاكسي لكن تام يعني تام اللي يعني علم السياقة ايه؟ التعلم ايه؟ أظهر ببرا عند المدرسة الشمالية. بلى هنا تاسي إيش اسمه هداية. إيه براحة تقريبا ساعة واحدة أعطي تعلم هنا. وأنت تلتزم توديه حق المختبر اللي هو مال مثلا مال الشرطة اللي هو هايد ولا إيه حق يعني حق دي حق تراي هناك إيه؟ حق توديهم أنت بعد؟ أوديهم إيه ها أوديهم لكن مو في سيارتي أخذ سيارة من هناك. يعني أنا عاسس إنه ما في شيء ياسر إيه؟ ما ميش إيه؟ وتأجر السيارة إيه أجر السيارة إيه؟ يعني أنت شلون تقول تأخذها تأخذ لك سيارة تأجر لك أنت سيارة أخذها أيام أنت تأجر لك سيارة من منامة إيه؟ وتعلمه يعني توديه هناك إلى امتحان وتدفع بيانات أنت حق المؤجر بعد إيه حق صاحب السيارة إيه؟ يبقى الآن إحنا سمعنا أن هناك في حرب صارت في سنة 1358 هجري يمكن يعادلها 39 ميلادي حرب العالمية الثانية. تذكر لها يعني ما هي الإجراءات اللي لما صارت هذه الحرب بالنسبة للبحرين ألغوا قنابل وكذا حرب العالمية لا؟ إيه الحرب العالمية حاشتنا شوي بعض القنابل ألقوها على محلات النفط وكذا بس ما صادتهم. هني في إعلان طلع من الحكومة إعلان حكومي بأن هو يطلب تصبيق الليتات للسيارات وأشي مثلا على سبيل المثال إيش صار نبي تقول لنا أنت المعرفة يعني صار يعني إعلامنا للبلدية نعم إن يعني نصبغ السيارات إيه في الليل بلى حتى يعني ليس يعني ضوء على ما قال يصير كشاف يعني يشوفون إن طائرات تجون يعني العدوانيون البحرين وغير ذلك حتى لا يشوفون يعني الضوء مال الثلاثة مال الليثات بلى انضغى قليل يكون بس قليل قدامك تشوف إذا وممنوع بعد في الليل تشتغل ممنوع إلا شغل ضروري تطلع شغل ضروري نعم منعوكم تطلعون في الليل إيه؟ وقالوا لكم قصروا على الليتات أو إيه؟ يعني صبقوهم إيه كلش تذكر شلون إيه؟ أصبقتهم باللون أي لون أزرق لا أسود 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 لونتوهم باللون الأسود نعم. وقمتوا تمشون على كذي في الليل إيه؟ ساعات نادر ما تطلعون نعم. وأعتقد هذا هي اللي صارت فيه سنة البطاقة ولا مو هي نفس القضية هي سنة الحرب نعم سنة البطاقة هي سنة الحرب إيه؟ طيب نرجع وياك حق آخر سيارة تمت عندك في الجراج وبعدين اللي صار مدة طويلة تمت ايش كثر تمت هي عندك في الجراج اللي بعدين تالي قطوها بحر هذه تمت عندي يمكن أربع سنوات أربع خمس سنوات يعني محطوطة في الطبيلة ما تجيسونها ولا تجيسونها الزين وبعدين سويتوا فيه انت بعدين عاد يعني عجبت ان يعني بابني إيه؟ وطلعت السيارة ما حاولت تبيعها ولا شيء في ناس تشتري سيارة قديمة ما حد يشتري يعني طلعت برا على ما قال أني أنا بابني عادت البردي وشاهدت السيارة وديتها على ما قال على السفن القوار وبعد إيش كان عندك يقولون بعد عندك باص حطه في الحوش أي بدي مال باص مال باص استعملته تالي بعد في بيته اللي بعد رميته قطيته أي بعد خليته يعني والبدي خليته في الحوش فيعني الحقيقة بنلاحظ عن أن هناك في ضمن الأشياء اللي أنا تحصلته من الحاج عبد الرحمن عبد الغفار حقيقة في لاحظت أن عنده رصيدات مال المرور ومال دارة الكهرباء بس كلها لها علاقة بمثلا تجديد السيارة تحويل ملكية السيارة فحص العين يبقى على طاري فحص العين نعم انتوا اول ما فحصوا مثلا عندكم فحص نظر انتوا اول ما اخذت الليسن نعم وين رحت في اي مستشفى اول ما اخذت الليسن ما مشى لا لكن انتوا لكم لكن اعتقد لكم نظام كل سنه يمكن تفحصون عينكم كل سنه تروح تفحصون العين إيه؟ مره واحده نعم وين كنتوا تراجعون اي بس مستشفى بس اول مره هذه عند دكتور هومس اللي عند بيت البوليوس البيت البوليوس قصدك اللي هو مستشفى فيكتوريا ايه
سمونا مستشفى فيكتوريا. أول مرة هذه أول مرة يعني خذوا علينا كشفية. إيه. وبعدين كل نروح نعيم. تالي كل نعيم كل سنة تروحون تفحصون. إيه نعم كل سنة والله. هذه النظام متبع تذكر إيش كنتم تدفعون بيزات ربيتين ثلاث ربيات. والله ما يطرأ عليه. لا تبين من هذه تدفعون أنت وربية واحدة لكل سنة على فحص النظر. الحقيقة إحنا عشنا هذه الدقائق اللي الواقع. احنا نكاد نكون تعبنا فيه الحج تعبناك ويانا ونشكرك الواقع من خلال هذه المعلومات اللي طرحتها علينا واللي الأخوة المشاهدين لا شك ان استمتعوا بيها. نأمل ان شاء الله بلك بطول العمر والصحة والعافية وان شاء الله نشوفك عن قريب تشترك معنا بعد في ذكرياتك المرورية او حتى ان شاء الله في الحياة العامة اللي انت محتفظ بأشياء كثيرة يعني تفيد بأن هذا الإنسان له علاقة بأشياء مختلفة غير السيارة. أخوان المشاهدين أمل كبير في أن نلتقي معكم في لقاء آخر من هذا البرنامج ذكريات مرورية. لكم خالص تحياتي وإلى اللقاء وشكرا.